حكايتي ايه؟ حبوا محبة يعني ولادي يعني ولادها كانوا بيجيبوها وهي لسه شبابها احنا كنا بنشوف وانا بقى عليه كلنا كنا بنيجي لحد ما طلع العيل زي عبد الحليم. انت شفتي عبد الحليم؟ لا كان نفسي بقى اخر السنه اللي مشي فيها بقيت اقول لعيالي وديني الزمالك انا عارفاه واقف لما ينزل بالعربيه كده اسلم عليه. ما حصلش نصيب بقى جه سافر بقى على الاردن للبلد اللي ما رجعش منها تاني. فاول ما مات بقى كنا بنيجي هنا وياخدونا على البيت نسهر برضه الليله هناك. يعني شايفه كل دخلت الشقه كلها وشفت كل حاجه كانت لسه لما كنت بعبيت الوقت خلاص اجي لحد هنا وبس. مالك كم سنه بتيجي هنا؟ 42 سنه. 42 سنه بنيجي. جم اخوات اسماعيل ومحمد على هنا اشتروا دي ارض لسه فاضي يا دوبك في التالت يمكن عملوا النومه بتاعته. كنا بنيجي نقعد بقى في التراب كده لما يجي يقروا عليه كل خميس كل لحد الاربعين كان كملوا بقى في الحته. انا عندي 91 قبل الصبح بشم نسيم ليله شم نسيم اللي كان بيعمل الحب اقعد جنب التلفزيون لما النهار يطلع كده لحد ما يخلص وانا قاعده صاحيه السماء ما بتقعدش على حاجه. ادي اللي هنا السنه ده قالوا لا ده النهارده انت تعبانه. قلت لهم لما اكون انا اله لما اكون بموت ما دام رجلي في الارض لازم اروح لاخر نقطه من عمري. جابني ابني بالعربيه لحد هنا وهروح الشغل وهيجي ياخدني. شوف الجو يقول لي لا انت مالكيش خروج في الجو ده. قلت له لا ليه مش في ناس رايحه انا زي الناس.